من يعني من فترة تكلمت في الموضوع والحمد لله صار فعلي، يعني صار على أرض الواقع اللي هو السوق السوداء. يعني شفتوا كيف الناس قاعدة تعاني في المباريات، في المواسم، في الاحتفالات. وكان هذه طبعا تغريدة معالي الشيخ، معالي المستشار تركي آل الشيخ، أنه صار راح يحاسب، يعني في راح يكون إجراء قانوني تجاه أي شخص ممكن أنه يستعمل أو يبيع إعادة بيع التذاكر في السوق السوداء. مرة جميل. يعني مرة حلو. أنت تذكرة بمئة أو بمئتين، حرام تشترينها بالأضعاف المضاعفة والأسعار الفلكية اللي قاعدين نشوفها. من جد أسعار فلكية ظلم. هي لأن أشوف ما أشوف ضعف نهائيا. يعني ما حسيت أن التذكرة ممكن تنباع بضعف التذكرة الأساسية، سعر التذكرة الأساسي. التذكرة بتنباع برقم خيالي فعليا. غير موضوع السوق السوداء كمان يا عبير، المشكلة أنه بيصير كمان تزوير لهذه التذاكر. يعني أنا أعرف أنها باسم ممكن شخصين، لا هي فيها كود أو شيء، فبطريقة أو بثانية يكون عندهم اثنين نفس التكت، فلما يدخلوا يقول لك طبعا أنا عندي، يرسلونها لك لما مثلا تشتريها من السوق السوداء. رؤى أنا أعرف ناس كانوا يشترونها من السوق السوداء لأنه ما في تذاكر. مثلا تذكرة مباراة مثلا 200 رح نشتروها ب 600 و 700. بس مين اللي خلى السوق السوداء تتفاعل؟ شوفي السوق السوداء رندم هنا العالم. هنا نسأل إيه، بس مين اللي خلاها يعني يصير فيها تفاعل ويصير الناس بالضبط. يعني أنت لما تيجي تلومين، ما تلومين الناس اللي يبيعون بالسوق السوداء، تلومين الأشخاص اللي جالسين يدورون هالسوق السوداء. يعني انت ما تتخيلين على تويتر كيف لما يكون في فعالية او شيء مين عنده تذاكر، يعني هذا السؤال الوحيد اللي ينطرح، فيقولون لك كلميني خاص علشان انه انا اتواصل معك. يعني احنا جالسين كمان، احنا لنا دور، يعني بغض النظر الهيئه جالسه يعني تؤدي دورها، كمان في اشخاص كثير يؤدون دورها، دور مجتمع يعني فعاليات كثير تؤدي دورها، بس انه انت كمجتمع لازم انه انت كمان لك دور. بالضبط. يعني بس الحلو في هذا الموضوع في الاخير اخيرا يعني صار هذا الموضوع مقنن، وراح يتم محاسبه كل احد ممكن يجرب انه هو يتعامل او طبعا يلجا لبيع التذاكر في سوق السوداء. وكمان كان يوم امس هو اليوم الاخير في فعاليه منتدى صناعه جوي الترفيهي، واختتمت بحفل توزيع جوائز تحديات الترفيه في فندق الريتز كارلتون.